بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتصحيح معادلات من الدرجة الثانية. إذا ولكن قبل أن نبدأ غادي نقدم لكم واحد الخطاطة اللي غادي نتعرفوا عليها كيفاش نحلوا معادلة من الدرجة الثانية، واللي هي تكون خطاطة يعني بسيطة جدا وملخصة لجميع الحالات. إذا تابعوا معنا الفيديو. إذا فوالا، دونك بور ريزودر دون R، يعني احنا كنشتغلوا في المجموعة R pour résoudre dans R l'équation sous la forme AX au carré plus BX plus C égale à 0. هذه c'est une équation de la deuxième degré. Donc الله يرضي عليكم، باش نحل هذه المعادلة اللي هي من الدرجة الثانية، première étape on calcule le discriminant. شنو هو لو ديسكريمينو؟ اللي هو دلتا. شنو كيساوي دلتا؟ القاعدة عندنا دلتا يساوي هو بي او كاري ناقص 4 اس. اذا لا عطاوكم معادلة من الدرجة الثانية، قال لكم بار اكزومبل ريزودغ دون ار ليكواسيون، وهاد ا اكس او كاري زاد بي اكس زاد سي، هاد ا اي بي اي سي هما سون دي كويفيسيون كيكونوا معروفين. اول خطوة غادي نديرو غادي نحسبو دلتا، يعني اون كالكيل بيان اون فا كالكيلي دلتا. دونك هنا قبل ما نبدا نحسب دلتا، من الافضل كنحدد لي كويفيسيو ا اي بي اي سي غير باش يسهل عليا الحساب من بعد. اذا تكون هو ا، لاحظوا معايا مزيان، لا ا هو سي لو كويفيسيو كي ملتيبلي بار اكس او كاري، يعني كيكون هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري، كنحط القيمه ديالو هنا. اي بي سي لو كويفيسيو كي ملتيبلي بار اكس، يعني هو العدد اللي مضروب في اكس، كناخذ العدد بالاشاره ديالو كنوضعو هنايا. Et C, c'est le coefficient qui ne dépend pas à X. يعني كيكون ما مرتبطش ب X. كنوضع القيمة ديالنا. من بعد كنجي كنعوض ب بالقيمة ديالها، و A بالقيمة ديالها، و C بالقيمة ديالها. ملي كنحسب كنلقى دلتا. عندكم ثلاثة الحالات. دابا إلا قلت لكم تخيلوا معايا عدد في الدين ديالكم، إما تقولوا لي العدد دلتا سالب، أو يقدر يكون هذا العدد يساوي صفر، او يقدر يكون هذا العدد موجب، يعني كاين حاله واحده من بين هذه الحالات لا اقل ولا اكثر. اما تلقاو العدد سالب، او تلقاو يساوي الصفر، او تلقاوه موجب. دونك في حاله ما الا كان عندكم دلتا سالب نيجاتيف، شنو كنقول؟ كنقول الوغ ليكواسيون نادمي با دي سوليسيون، سيتادير اس ايغال ا انسومبل فيد. فوالا، دونك هنا كتكون عندي ليكواسيون n'admet pas des solutions. Ah, n'admet pas des solutions. C'est-à-dire S égale à ensemble V. Et dans l'aklum ayalat, le khotat allah d'alikum, il y a l'adan khadmou biya. Mais si vous avez delta nul, yani delta égale à 0, dans ce cas, on dit que l'équation admet une seule solution. Donc l'équation admet une seule solution. Admet une seule solution. Le roi x égale à moins b sur 2. الحل يعني ملا كان دلتا يساوي صفر، في هذه الحالة كنقولوا بأن المعادلة تقبل حلا واحدا اللي هو ناقص ب على جوج. يعني اون بون نوتي كوم سا، اس ايكال موان بي سيغ دو ا. Mais si vous avez delta positif, dans ce cas, l'équation admet deux solutions, sans différent. يعني مختلفين. هذوك جوج حلول اللي كتلقاو، واحد ما كيساوي واحد، كيكونوا مختلفين. تكون هما هاد الحلول هما هادو هاو. يعني دونس ليكواسيون ادمي دو سوليسيون سون، تكون هما هاد لي سوليسيون هما اكس ان. شنو كيساوي اكس ان؟ هو موان بي موان راسين دلتا سيغ دو ا، اي اكس دو ماذا يساوي؟ موان بي بلوس راسين دلتا سيغ دو ا. تخي بيان، دونك فوالا. غادي نعاود بسرعة. دونك باش نحلو معادلة من الدرجة التانية، بخوميييغ ايطاب اون كالكيل دلتا، سابيل لو ديسكريمينو.
اون اغاب يعني كتسمى المميز. قبل ما نبدا نحسب من الافضل كنحدد القيمه ديال ا و بي و سي كنضاعفها. ملي كنحسب الدلتا كنلقاه عدد، الا لقيته سالب كنقول هذه الجمله هذه مباشره ما كنغير فيها والو. الا لقيت الدلتا يساوي صفر يعني هنا سان كونديسيو سي الوغ سي الوغ، يعني باغ اكزومبل سي دلتا نيجاتيف الوغ l'équation n'admet pas de solution, c'est-à-dire S égale ensemble infinie. Si delta égale à 0, alors l'équation admet une seule solution. Les voies x égale à moins b sur 2a, il y a une autre qui dit S égale. Nous avons dit que nous avons fait le cas. Que tu as l'ensemble, il y a l'ensemble des solutions. Les voies n'acceptent pas la jugement. Si delta positif, alors l'équation admet deux solutions sans. هاد لي سوليسيون كو يكونو سون ديفيرون. تخي بيان، دونك عندكم حالة وحدة إما هادي أو هادي أو هادي. إذا سجلوا عندكم الخطط اللي عرض عليكم، سجلوها عندكم في الدفتر. ودابا غادا ناخدو واحد التمرين اللي غادا نعالجو فيه الحالات بثلاثة بتخواكا. يلا ابقوا معنا وتابعوا معنا. إذا كيف ما كتشوفوا هنا التمرين قال لكم غيزودغ دون إر لي زيكواسيون سويفون. دونك بخوميييغ إيكواسيون فوزافي إكس أو كاري plus 8x moins 9 égale 0. Deuxième équation, x au carré plus x plus 4 égale 0. La dernière équation, moins 2x au carré plus 2 racines de x moins 1 égale 0. Donc voilà, on va commencer par première équation, x au carré plus 8x moins 9 égale 0. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Première étape, ou bien première chose, اللي غادا نديرو بوغ كالكلي سات ايكواسيون هو اننا غادا نحسبو دلتا لو ديسكريمين شنو كيساوي قلنا هو بي او كاري موان 4 اسي. شنو قلت لكم قبل ما نبداو تحسبو كنحدو القيمه ديال ا و بي و سي. تكون هو ا قلنا هو لو كويفيسيو كي ملتيبلي بار اكس او كاري، ماشي غنقول ا كيساوي اكس او كاري، لا العدد اللي مضروب في اكس او كاري. اذا فحال لي ا هو واحد، تكون هو بي هو العدد اللي مضروب في اكس اللي هو 8، تكون هو السين هو العدد اللي ما مضروبش في اكس اللي هو ناقص 9. يلا من بعد كنمشي كنعوض بي عندنا هي 8 او كاري، يعني بي هي 8 وغتبقى او كاري ناقص 4 فوا ا سي ان و سي سي موان 9. دونك فوالا 8 او كاري سي 64 موان 4 فوا 1 فوا موان 9، هانتوما الموان في الموان شنو غتولي بليس. دونك 4 فوا 1 فوا 9 سي 36. Donc voilà, 64 plus 36, c'est 100. Alors delta égale à 100, yani 100. Donc là, quand delta, on a delta, on a dit que le عدد est négatif ou bien 0 ou bien positif. Donc dans ce cas, on a delta égale à 100. C'est un nombre positif. Yani delta qui est un عدد موجب. Et quand delta est موجب, l'équation admet deux solutions. Donc on dit alors, on calcule. Delta égale à ça. Alors, l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions. Sans les solutions mêmes. X1 égale et X2 égale. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le X1, je ne sais pas. Naqs B, naqs J, delta, la juge A. Et X2 ناقص ب بلس راسين دلتا سير دو ا. يلا دابا هاد الجملة كتعقلو عليها كما هي، إمتى كندير هاد الجملة وهاد القواعد؟ إلا كان دلتا موجب. الخطوة ما قبل الأخير شنو كيبقى ليا؟ التعويض. إذا هاد الموا هي الموا، هاد ب هي 8، وندير ناقص جدر دلتا هاي هي 100، كلشي عندكم مقسومة على جوج، ها ا شحال هو؟ واحد. يعني عندي تساوي، ممكن عندي قدامها تساوي ناقص 8 ناقص جدر 100 هي 10، جوج في واحد هي جوج. يلا ناقص 8 ناقص 10 سي موان 18، موان 18 ديفيزي بار 2 سي موان 9. الوغ اكس 1 ايكال موان 9، هذا سي لا بخوميييغ سوليسيون. اي اكس 2 ايكال سي لا ميم شوز، اون فوا رومبلاسي بي اي دلتا اي ا بار سي فالور. عندكم موان تبقى هي موان، بي هي 8 زائد هاي الزائد غاسين دلتا هي 100 مقسومة على جوج ملتبلي باغ ا سي ان. يلا
ناقص من نهاية زائد جدار مية هي 10، جوج واحد هي جوج، يلا ناقص 8 زائد 10 راه هي 10 ناقص 8، 10 ناقص 8 جوج، جوج مقسم على جوج هي واحد، دونك اكس دو ايكال اه، يعني اما نخلي الجواب بحال هكا ولا ممكن ندير اس كوم سا، يعني هذيك سيتادير هاد اس سوليسيون، هادي لونسومبل دي سوليسيون يعني مجموعة الحلول، هادوك الحلول اللي لقينا كنوضعهم هنا، دونك اللي هما موناف كندير فيرغيل كندير اه، هادو هما لي سوليسيون. تري بيان، دونك هادو يعني هذا les solutions pour la première équation. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième équation. Donc voilà la deuxième équation, je n'ai rien comme x au carré plus x plus 4 égale à 0. Donc d'ailleurs, pour résoudre les équations de la deuxième degré, on va calculer le discriminant, le delta. Gagnez nous qui savons delta. Wb au carré moins 4ac. دائما كيفما قلت لكم قبل ما نحسبوا ديلتا سيميون الفو ديتيرميني ا اي بي اي سي لي كويفيسيون ا قلنا هو سي لو كويفيسيون كي ملتيبلي بار اكس او كار يعني هنا العدد اللي مضروب في اكس او كار هو ان دونك ا ايغال ان بي سي لو كويفيسيون كي ملتيبلي بار اكس هنا ملي عندكم اكس هاد اكس راك فحال اللي هي واحد في اكس يعني الا قلت لكم المعامل ديال اكس اكس هي هادي يعني المعامل ديال اكس هو واحد دونك بي ايغال ان سين هو العدد اللي ما مضروبش في اكس هو 4 يلا كنجي كنعوض ب هي اه دونك اون فا ايكري ان او كار موان 4 فوا ا سي ان سي سي 4 دونك المهم واحد الملاحظه هنا اللي رضي لي سي فو زافي بان نومبر نيجاتيف غادي ندير بين قوسين باغ اكزومبل موان 3 او كار سي موان 9 من موان 3 تو او كاري سي 9 دونك النتيجه مختلفه في اتونسيون الا كان بي نيجاتيف ندير هنا بين قوسين عاد ندير او كاري يلا الو 1 او كاري سي 1 موان 4 فوا 1 فوا 4 سي موان 16 1 موان 16 سي موان 15 الو فو زافي دلتا ايغال موان 15 اسكو موان 15 بوزيتيف نو اسكو موان 15 ايغال 0 نو الو موان 15 سي ان نومبر نيجاتيف دونك سي فو زافي دلتا ان نومبر نيجاتيف alors l'équation n'admet pas de solution. يعني في هذه الحاله ملي كيكون عندكم دلتا عدد سالب كنقول المعادله لا تقبل حلا واحدا لا تقبل حل يعني l'équation alors l'équation n'admet pas de solution. نكتب هذه الجمله n'admet pas de solution اولا ممكن نكتبوا s égal à ensemble vide اللي جاب راسه ما عاقش على هذه الجمله ممكن نكتب s égal à ensemble vide ويعتبر الجواب صحيح. دونك فوالا اون باس مانتونو لا ديرنيير ايكواسيون تبعو معنا. دونك فوالا بور لا ديرنيير ايكواسيون اون ا موان دو اكس او كاري بليس دو راسين دو دو راسين دو اكس موان زان ايكال زيرو. دونك توجور بور ريزودر لي ايكواسيون دو دوزيام دوغري ايل فو كالكيلي لو ديسكريمينو دائما دلتا هي بي او كاري موان 4 اسي دائما كنحدد القيمه ديال ا باش غير ما نتلفش في الحساب وتسهل عليا العمليه. ا سي لو كوفيسو كي ملتيبلي بار اكس او كاري دونك غيكون هو موان دو كناخذ العدد بالاشاره ديالو. بي سي لو كوفيسو كي ملتيبلي بار اكس ماشي نقول غاسين دو اولا جوج لا كناخذ العدد كامل دو غاسين دو. و سي لو كوفيسو كي نو ديبون با اكس يعني ما مرتبطش باكس ما نضروش اكس اللي غيكون هو موان زا. يعني كنجي كنعوض بي نعوضها بالقيمه ديالها هي جوج جدار جوج تو او كار ناقص اربعة تبقى كما هي فوا ا سي موان دو فوا سي سي موان ز. يلا شوفوا معايا مزيان ديروا في آلة حاسبة شدوا آلة حاسبة وديروا جوج جدار جوج او كار تعطيكم تمنية ديروها في آلة حاسبة ناقص هانتوما الناقص في الناقص زائد والزائد في الناقص عطينا ناقص ملي يكون عندكم واحد الجداء ديال الأعداد كندير الجداء ديال الإشارات هو الأول ناقص في الناقص زائد والزائد في الناقص هي ناقص يلا تبقى 4 في 2 8 و 8 في 1 هي 8 اذا عطانا 8 ناقص 8 هي 0 الوغ سي فو زافي دلتا ايغال ا 0 دونك دون سو كا اون دي كو ليكواسيون او بيان اون دي كو فوالا يعني ليكواسيون او بيان الوغ ليكواسيون ادمي ان سول سوليسيون دونك او بيان الوغ ليكواسيون في هذه الحاله ملي كيكون دلتا عندكم يساوي 0 كنقول هذه الجملة ليكواسيون ادمي ان سول سوليسيون
شكون هو هذا الحل؟ ان سول سوليسيون تكون هو اللي هو موان بي سيغ دو ا. كل شيء عندكم هل موان تبقى موان تكون هو بي هو جوج جدر جوج هنكتبها سيغ دو فوا تكون هو ا سي موان دو فوالا. شنو كنلاحظ هنايا؟ عندنا هنا موان دو هنا موان دو دونك اون بو سامبليفي موان دو باغ موان دو. شوفوا معايا مزيان الارض عليك عندكم هنا موان دو وهنا موان دو نقدر نختلف الموان دو مع موان دو شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا ناقصين دو سيغ دو. يعني هذا هو سي لا سوليسيو دو سات ايكواسيون دونك اون بو ايكري كوم سا اس ايكال غاسين دو سيغ دو بحال هكا او حتى لما درتهاش درت غير هذه يعتبر الجواب صحيح. اذا هنا هذا فيديو خاص بالمعادلات من الدرجات الثانيه عطيتكم جميع الحالات. هنا كان دلتا بوزيتيف هنا كان دلتا نيجاتيف هنا كان دلتا ايكال زيرو دونك فو زافي 3 كا هما اللي طبقت معكم هنا. دونك فوالا الفيديو المقبل ان شاء الله غيكون خاص بمعادلات يؤول حلهما الى معادلات من الدرجات الثانيه يعني سوسون دي سيكواسيون دو كاتريام دوغري او بيان سا ديبو غادي نشوفهم ان شاء الله. يلا السلام عليكم ولا تنسونا من صالح الدعاء ودمتم في رعاية الله ووفقكم الله جميعا إن شاء الله.